البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن حال ان شاء الله. في هذا الفيديو اليوم قلت علاش لا ما نشاركش معكم الختان ديال ولد خالي. احنا اليوم معروضين عنده، احنا دابا راه عنده في الدار. كنت غادي نبدا لكم لا فيديو من الدار ديالنا، ولكن ما قدناش الوقت، بقينا كنزربوا هادي باش يلا راكم عارفين دابا يا مع كيساليو بكري وهادي. المهم دايرين شي حاجه بسيطه بزاف عشاء هكايا بين العائلات وصافي. المهم انا غادي نوريكم شنو دايرين وهادي، المهم بعض التفاصيل، المهم لقطات صغيره هكا باش ما نغبرش عليكم وصافي. المهم خليكم معايا.